ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان المباريات اللي هتتلعب في جوله الاياب من دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالمجلس القومي لحقوق الإنسان هينظم احتفالية ولقاء علمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وده بمشاركة خبراء مصريين وإقليميين ودوليين ومنظمة الصحة العالمية وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى المتوسطي للشباب بالمملكة المغربية حلقة نقاشية بعنوان مستقبل القوى الناعمة في الوطن العربي، مصر والمغرب نموذجاً. الحلقة هتناقش التجارب المتبادلة بين الدولتين في توظيف إمكانات القوى الناعمة والرؤى المستقبلية بشأن تبادل الخبرات بين التجربتين في المجال الثقافي والرياضي من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. النهاردة هيتم افتتاح معرض فني بعنوان أطياف، هيستمر لحد يوم الاثنين 13 مارس الجاري بقاعة زياد بكير. بيضم المعرض 30 عمل فني بخامات مختلفة تغطي مراحل تطور الفنان وانتقاله من التأثر بالسريالية وصولاً للتجريدية. النهاردة ولعشاق الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار جولة الإياب من الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. هيلتقي تشيلسي الإنجليزي مع بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة 10 مساءً، وفي نفس التوقيت هيلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.